يا اهلا يا اهلا. هعمل النهارده وصفه، هعمل سبرينج رول. هعملها بحشو الكراب والميكس تشيز اللي هي الكابوريا وميكس الجبن. الجبن اللي هستخدمها عندي موتزاريلا، جبنه كريمي اللي هي جبنه كيري، بارميجان، وعندي الجبنه الشيدر. وبالنسبة لخلطة الكراب أو الكابوريا، عندي هنا طبعا الكابوريا اللي هستخدمها، فلفل حامي، زنجبيل، جزر، زيت الزيتون، صوص المحار اللي هو أويستر صوص، بصل أخضر، ثوم، صويا صوص، وطبعا السبرينج رول. اول حاجه نحط كل الجبن مع بعض. هنحطها على جنب ونبدا نقطع الكراب. زيت الزيتون، ثوم، زنجبيل، بصل الأخضر، جزر، فلفل أخضر. هحط الكراب اللي هو الكابوريا. هحط شوية مية، أويستر صوص، صوص المحار، صويا صوص، فلفل أسود، كده خلصنا الخلطة بتاعتنا. هحط عليه الميكس الجبن. عملنا سبرينج رول محشية بالكراب والميكس جبن.